مساء الخير يا جماعة، يا رب دايما بخير. بقدم لكم أخبار الطقس في السعودية اليوم 19 سبتمبر 2019. يا رب الفيديو يعجبكم. وبكده نكون خلصنا الفيديو بتاع النهاردة. أتمنى يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش تعملوا 5 حاجات: لايك وسبسكرايب مع تفعيل خاصية الجرس والشير، والأهم من ده كله إن احنا نعمل كومنت برأينا في الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.